اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس واهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه. كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ برحب بك كابتن اسلام، ونتكلم على طاقم التحكيم قبل بس ما نجيب الحالات التحكيميه. كابتن اسلام، انا كنت قلت لك في الاول ان هذا الحكم مش من حكام النخبه، وان هذا الحكم متواضع المستوى، وقلنا هنحكم عليه بعد المباراه. نعم. على الرغم ان مفيش اختبارات داخل منطقه الجزاء، ولكن انا عندي هنا اخطاء مؤثره في عنصر مهم جدا هو العقوبات الانضباطيه. يعني ما يبقى النهارده الحكم موجود يا كابتن اسلام النهارده وعنده عنصرين مهمين جدا، نمره واحد عنصر الـ 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 التقدير الصحيح في الاخطاء الفنيه والعقوبات الانضباطيه، كمان عنصر التمركز والتحرك والتحمل العام وتحمل السرعه. اول مره اشوف حكم يا كابتن اسلام بيمشي يتمشى في الملعب زيه زي اللي قاعد بيتفرج على الماتش. بصراحه يمكن حكامنا ما بتعملش الكلام ده خالص، ولكن خلينا نتكلم بالحالات التحكيميه يا كابتن سمير ونشوف الكلام اللي احنا قلناه ده هل هو صح ولا مش صح. اتفضل يا كابتن. شوف هنا عندنا اول حاله مهمه جدا، شوف الحكم كابتن لاحظ يا كابتن اسلام، نرجع بس كده يا سمير تاني. الحاله دي هامه جدا لانها بص يا كابتن هنا الحكم لو كانت مش اوف سايد كان هيبقى ليها تاثير كبير على نتيجه المباراه. شوف هنا الحاله هنا 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 هو لاعب هنا مفيش تسلل كابتن اسلام، هنا هنا سليم في اللي هي ال1 2 اللي هي اتلعبت للاعب، هي دي اللي كان فيها التسلل. لو جينا في واحدة الاول واحده بس يا كابتن، هنا بص يا كابتن هنا مفيش تسلل، هنا مفيش تسلل خالص، هنا واضحه تمام، وهنا مفيش تسلل ستوب. هنا كابتن بقى هنا في الاخرانيه اللي هي ايه في جزء من الجسم، وبالتالي تسلل موجود من ساعه رقم 2، والتمركز اعتقد التمركز صحيح. نروح بقى بعد كده كابتن سمير للحاله الثانيه. لاحظ يا كابتن اسلام احنا قلنا الحكم وهو عنصر الحكم او راس ماله هو اللياقه البدنيه. اتفرج الحكم بيشاهد المباراه زيه زي اللي قاعد بالظبط في المدرجات، واقف ما بيتحركش ما جريش ولا في تحمل سرعه، وبيبتدي يشتغل وهو واقف. طبعا الكره بينه وبين مسافه الكره تقريبا 40 او 30 او 35 متر وهو واقف بيتفرج على الحالات. نفس الشيء نشوف العنصر المهم بعد كده يا سمير، ايه عنصر العقوبات الانضباطيه. انا النهارده عامل مقارنه في الحالات في العقوبات يا كابتن اسلام. هنا هنا ادي اول حاله عندنا، ونشوف هنا اسلوب الدخول وهنا طريقه الدخول. هنا في التهور موجود من لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي، والحكم بيبعد تقريبا 3 متر. ايوه ادي اول مخالفه كانت تستوجب بطاقه صفراء للاعب الزمالك، دي كانت في الدقيقه تقريبا 20 من الشوط الاول يا كابتن اسلام. ايوه شوف الحاله اللي وراها على طول، ونشوف هنا استخدام المرفق والذراع. هنا ادي واحده نفس اللاعب فرجاني ساسي بيرتكب مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء الثانيه. عنده انذار في الدقيقه 20 ما اتخدش. عندنا هنا في الحاله ديت مع قفشه للاسف الشديد حتى الحكم ما حسبش المخالفه. يعني هنا نشوف الكوع هنا ونشوف استخدام المرفق في لاعب قفشه، وبالتالي هنا الحكم كان يجب ان هو يشهر البطاقه الصفراء للحاله الثانيه، وللاسف الشديد ده ما حصلش. هنروح كمان للحاله الثالثه ونشوف دي كانت في نهايه المباراه دي. انا جايب ثلاث حالات كلهم ورا بعض، نفس اللاعب يا كابتن اسلام تاني. نشوف هنا المسك والمسك والاصرار والمسك الصارخ، وطبعا اللاعب لم يحصل على اي مخالفه في الثلاث مخالفات. ده بيدينا مؤشر ايه يا كابتن اسلام؟ ان هذا الحكم في تقدير العقوبات الانضباطيه صفر. للاسف صفر. يعني انا عندي ثلاث حالات تحكيميه فيهم انذار ثلاث بطاقات وما اديش ولا بطاقه للاسف لنفس اللاعب. لنفس اللاعب احنا قلنا الاولانيه فيها تهور باستخدام الرجل، الثانيه فيها الكوع والكوع موجود، والثالثه كان فيها المسك، وادي المسك هنا موجود. مشي ومشي ومشي والاصرار يمسك والاصرار والمسك الصارخ موجود، للاسف الشديد ما اداش عقوبه الانذار. نروح يا سمير للحاله اللي بعد كده ونشوف اوباما. كابتن نشوف اوباما هنا اصرار اصرار اصرار، وبعدين هنا ايه العرقله والركل من تحت. يعني اذا احنا بنتكلم في اصرار على مخالفه قانون اللعبه، لما اللاعب يرتكب المخالفه يا كابتن اسلام ويصر عليها اكتر من مره. أيوة. طب انت يعني انت كحكم مستني ايه؟ هنجيب يا سمير معلش من الاول، ان الحاله دي برضك حاله من الحالات المهمه جدا من اول خالص. نشوف اللاعب هنا اللاعب الاهلي بيعدي مره واثنين، وبعد هنا مشي مشي تمام، نمشي هنا واحده بالعرقله ما نجحش فيها، نمشي تاني نشوف الثانيه
الارقام ما نجحش فيها، والثالثه والثالثه والحكم قريب جدا جدا. انا عندي النهارده لو هدي عنوان لهذه المباراه هدي ان الحكم فشل في تقدير العقوبات الانضباطيه وفشل في عنصر اللياقه البدنيه. هنا بنقول ايه؟ الحكم عليه دور كبير جدا كابتن اسلام ان هو يحمي اللاعبين ويبقى عنده القدره على ان هو يسيطر على المباراه. ايوه بعد كده نشوف الحاله اللي بعد كده جايه. شوف الحكم يا كابتن، هرجع تاني سمير معلش كده، يعني انا بجد الحكم محيرني يا كابتن اسلام. انت ولا بتجري ولا بتعرف تتمركز ولا في تحرك هنا. شوف ستوب 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 مدي ظهره للكوره تمام، يعني المفروض النهارده انا بخلي الكوره ضربه ولا بتاع بالظبط، انا من احط الكوره ما بيني وما بين اللاعبين عشان اشوف حتى لو في رايه طالعه من المساعد، ولكن هنا للاسف شيء التمركز خاطئ جدا جدا، ده تاني تمركز للحكم بالاضافه الى المشي اللي هو استخدمه طوال شوطي اللقاء. نشوف الحاله بعد كده يا كابتن. هنا اتفرج يا كابتن، يعني قمه اللامبالاه والاستهتار. يعني انا هذا الحكم، بص اتفضل كده، ده في واحده كمان حسبها الشوط، نشوف بس في نص الملعب. بص اتفضل، الكره بتصطدم في الحكم، بتصطدم في الحكم وهو واقف، يعني انت عندك الامكانيه انك انت كحكم يبقى عندك القراءه تفتح يمين او تفتح شمال. لما نشوف كده اسلام تاني هنا، اتفرج دي ثالث تمركز خاطئ للحكم. لو انت النهارده جاي حكم من النخبه مش موجود في النخبه، وبالتالي النهارده انت جاي حكم حكمنا النهارده تبقى تتعلم منك في الحالات التحكيميه. نروح للحاله اللي بعد كده. حاجه غريبه جدا جدا، ستوب ستوب، انت النهارده يعني هذه المخالفه الواضحه جدا جدا واضحه، لاعب الاهلي النهارده نجح في لعب الكره وبالتالي العرقله اللي موجوده بعيد خالص، نجح في لعب الكره، طب ما تدي له المخالفه على حدود منطقه الجزاء. لو شفنا في الاعاده سمير هنا، بص يا كابتن هنا اللي نجح في لعب الكره هو لاعب نادي الاهلي، وبالتالي هنا تمت في ريسك من لاعب بالتاكلينج وخد الرجل بعد كده، والحكم طبعا مشى الحاله. للاسف الشديد طبعا اخطاء كتيره جدا في هذه المباراه. انا بقول يجب على لجنه الحكام، تاني بنقول ان هذا الحكم حكم مستوى متواضع، مستوى متواضع. نمره واحد، فشل في العداله في العقوبات الانضباطيه، معياره لحساب الاخطاء الفنيه كان معيار مختلف تماما. جاي راجل بيتمشى في الملعب ومش مدي المباراه اهتمامها، مباراه كبيره في النقاط بتدي نموذج للتحكيم النرويجي، للاسف الشديد النهارده سيء في اللياقه البدنيه، سيء في العقوبات الانضباطيه، كمان في التحرك والتمركز عنده مشاكل كتيره جدا جدا. اعتقد عندنا حكام افضل من هذا الحكم بكتير، اتمنى في المرات اللي جايه خاصه لما يكون في مباراه كبيره ان يكون على مستوى المباراه، نجيب حكم كبير، حكم من النخبه نقدر احنا نستفيد منه، كمان يقدر يحمي اللاعبين داخل ميدان اللعب. طبعا فايلر برضو في المؤتمر الصحفي بيقول ان كهربا تحصل على بطاقه حمراء بعد نهايه المباراه وسيغيب عن اللقاء المقبل، يعني مش عارفين طبعا ملابسات هذا الموضوع ايه، ولكن يعني ان كهربا مش هيبقى متواجد في مباراه الزمالك القادمه في الدوري العام المصري، ده بناء على كلام فايلر في المؤتمر الصحفي. حضرتك تعرف حاجه عن الموضوع ده؟ والله بص يا كابتن، هو اللي وصل الامور كده هذا الحكم. اولا الحكم لازم ان يكون عنده الحس وعنده حاجه اسمها تحكيم وقائي، يعني انت بتحس ان في تشابك ما بين اللاعبين، انت ممكن تمنع هذا التشابك في الاول، ما تسيبش اللاعب يروح للاعب ويتشابك معاه وبعدين تبتدي تتحرك. هذا الحكم هو سبب، لان هم لما سمحوا وشافوا ان الحكم بيتهاون في الالعاب وفي فاولات وفي انذارات وهو الحكم ما ياخدش قرارات، وبالتالي هو انا شايف الحكم لم يحمي اللاعبين داخل ميدان اللعب، كان سبب في المشاكل اللي حصلت، عنده مشاكل كتير جدا في التحرك وفي التمركز، وعنده مشاكل في تقدير العقوبات الانضباطيه والفنيه، وبالتالي تاني بنقول هذه المباراه كان يجب انه يكون في حكم. طيب عندنا مباراه بعد 4 ايام المفروض ان من اتمنى كابتن، انت بتجيب حكام وبتدفع فلوس للحكام وبييجوا وبيقعدوا في الفندق وبيقعدوا في كل الامكانيات اللي هي متاحه عشان اجيب حكم ايه؟ حكم يديني متعه المشاهد، يدي الفير بلاي. احنا كحكام صغيرين عندنا بنتفرج على هذا الحكم، لما بيقول عندي حكم النهارده صغير بيتفرج على حكم بيتمشى في الملعب طوال 90 دقيقه، اعتقد طبعا هذا غير مقبول، ونتمنى طبعا ان يكون التحكيم الاوروبي موجود عندنا من حكام النخبه. نتمنى ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن نصر. الله يخليك كابتن، شكرا جزيلا. يعني اعتقد طبعا مش محتاج ان انا اسالك الطاقم ده يعني ياخد كام ولا يعمل ايه. لا ده متواضع جدا يا كابتن، متواضع جدا جدا جدا. انا بقول لحضرتك لما يبقى مع احترامي احنا ما لناش علاقه باهلي وزمالك، احنا بنتكلم في لاعب عنده ثلاث بطاقات صفراء، ثلاث بطاقات صفراء ما ياخدش منهم بطاقه. الكلام ده المفترض ان هو ياخدهم يعني. المفروض ياخد على الاقل حتى بطاقه او بطاقتين. لما انت تسيب اللعب، طب انت جاي ايه؟ طب انت جاي ليه؟
ولا انت اديت نموذج للجري التحرك التمركز. تاني بقول اخطاء العقوبات تقديره كمان الاخطاء الفنيه الخطا الاخراني اللي احنا شفناه، ولا انت بتعرف تقدر كل هذه الامور. طبعا اعتقد ان المفروض ان لجنه الحكام تراعي اختيارها في الحكام، خاصه في مثل هذه المباريات، مباراه القمه، المباراه الكبيره اللي احنا بنتمنى كلنا ان احنا نقعد نتفرج ونستمتع باداء الحكم واداء اللاعبين. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. برضو في نهايه هذه الحلقه الحقيقه انا كنت عايز اقول لحضراتكم شيء هام جدا، النادي الاهلي لو كان كسب النهارده الحقيقه كنا هنفرح النهارده ونتبسط النهارده، وفي نهايه الامر كنا هنقفل الموضوع بالليل ان شاء الله او بدايه من بكره ونفكر فيما هو قادم. وبالتالي الحمد لله ان النادي الاهلي في النهايه قادر ان هو يقف مره واحده، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني او ما بين اي نادي تاني. الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي ان هو بيعرف يلم نفسه بسرعه، بطوله خسرناها على الرغم من الاداء الجيد، الاداء الفني الجيد جوه الملعب. السلبيه يمكن الوحيده اللي الكل شافها في نجومنا المحللين النهارده اتكلموا على سلبيه اضاعه الفرص، ولكن في النهايه النادي الاهلي قدم مباراه جيده، استحوذ اكتر، راح فرص للجون اكتر بناء على الارقام مش بناء على الكلام، ولكن في النهايه نادي الزمالك وصل الى ما يريد ان يصل اليه وهو ركلات الحظ الترجيحيه، وفاز من خلال محمد ابو جبل اللي صد ضربتين جزاء للنادي الاهلي. وبالتالي هنزعل النهارده وهنتضايق، وزي ما حضراتكم شايفين كلنا زعلانين وكلنا متضايقين، ولكن هنزعل النهارده ونتضايق. بدايه من بكره ان شاء الله هنحضر لمباراه يوم الاثنين القادم، عندنا مباراه مهمه في الدوري العام المصري ان شاء الله يوم 24، نادي الزمالك النادي الاهلي هيلعب مع نادي الزمالك مره اخرى، وبالتالي مباراه مهمه ثلاث نقاط هامه يحاول ان يصل اليها النادي الاهلي. ان شاء الله لو لعبنا بهذا الشكل وركزنا في الفرص اللي احنا بنلعب او الفرص اللي بتجيلنا، اعتقد ان النادي الاهلي من الممكن جدا ان يفوز فوز سهل، ويتبقى في النهايه زي ما الكابتن فتحي نصير قال في بدايه هذا اليوم، يتبقى في النهايه توفيق ربنا. التوفيق هو اللي في النهايه اللي بيدفع او اللي بيخلي اي حد يكسب، على الرغم من المجهود الكبير جدا اللي عمله لعيبه النادي الاهلي، على الرغم من الاداء الجيد والاداء الفني اللي عمله لعيبه النادي الاهلي النهارده، لكن في النهاية أنت خسرت، وخسرت بطولة، وخسرت بطولة من منافس ليك أو واحد من أقرب المنافسين اللي ليك، على الرغم من الأرقام بعيدة ولكن بيتقال إن هو واحد من أقرب المنافسين اللي ليك اللي هو نادي الزمالك. وبالتالي هنقفل الصفحة بداية من بكرة، هنبتدي نركز في المباريات القادمة، عندنا مباراة نادي الزمالك يوم 24، عندنا مباراة سان داونز إن شاء الله يوم 29، مباراة يوم 24 حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأجيل ليها، وزي ما أسامة حسني قال إن إحنا ما عندناش أي مشكلة، وحتى أنا في المؤتمر الصحفي ريني فايلر بيرفض تأجيل لقاء القمة، وبالتالي النادي الأهلي يتمسك بالجدول المرسل ليه من خلال اللجنة الخماسية. نتمنى بقى أو هنشوف، أنا مش هتكلم في الموضوع ده خالص، أنا عندي ثلاث أيام اللي جايين لغاية يوم الاثنين، مش هتكلم في موضوع تأجيل ولا موضوع عدم تأجيل، إحنا عندنا جدول وهنمشي عليه خلال الفترة القادمة، إيه اللي هيحصل في الثلاث أيام اللي جايين؟ ده اللي هنشوفه، أنا عارف إن حضراتكم زعلانين، أنا عارف إن حضراتكم متضايقين، إحنا كمان متضايقين جدا وزعلانين جدا، ولكن في النهاية هذا هو النادي الأهلي، على الحلوة والمرة معايا، هنقفل المباراة النهاردة خسارة للنادي الاهلي بركلات الجزاء الترجيحيه، ولكن دايما جمهور النادي الاهلي بينظر الى نص الكوبايه المليان، نص الكوبايه المليان، احنا النهارده ادينا بشكل جيد، خسرنا البطوله وخسرنا المباراه، ولكن ادينا بشكل جيد، ننظر بقى الى المستقبل القريب والمستقبل البعيد، عندنا مباراه الزمالك يوم 24 ومباراه سان داونز يوم 29، ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي بدايه من بكره دعم كبير للعيبة النادي الأهلي ووقفة مع لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله، وقفة في ظهر لعيبة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أنا عارف إن حضراتكم زعلانين لكن تقبلوا أسفنا، يعني حتى لو ينفع إن احنا نتأسف تقبلوا أسفنا، لأن جمهور النادي الأهلي النهاردة هو من يستحق الشابو الحقيقة ويستحق إن احنا نرفع له القبعة في الإمارات، وقفة كبيرة جدا مع الفريق من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، وبعد المباراة أيضا وقفة كبيرة مع اللاعبين، وكالعادة شكرا لجمهور النادي الأهلي، وكالعادة بنستدعي جمهور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، لأن جمهورنا هو ظهرنا وهو حمانا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله هلتقي مع حضراتكم في الأيام القادمة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.